وبنقول النهارده كلامنا عن السيده عائشه، هناخد معاها السيده خديجه عشان النهارده هو ده يعني محضره لنا كلام جميل جدا على السيده خديجه. خلينا نرحب بيهم نتعرف عليهم. يلا يا هدى عرفينا بنفسك. انا اسمي هدى وعندي 12 سنه. عندك 12 سنه قاعده هنا بقى في تركيا بقالك قد ايه يا هدى؟ مدارس تركي الاول. تمام، انت الصغيره ولا الكبيره ولا الوسطانيه؟ الصغير خالص. اصغر حاجه، بس انا عايزاكي تعلي صوتك بقى وكده عشان ايه عادي يعني نضحك مع بعض، احنا هنهزر دلوقتي مفيش مشاكل. انت صف سادس؟ سابع. صف سابع، امام خطيب؟ اهو. ايه ربنا يكرمك يا هدى ويوفقك. النهارده هتكلميني عن السيده خديجه صح؟ اتعرف على رزان وبعدين اسمع منك. يلا بينا رزان الجميله. اسمي رزان وائل، عندي 13 سنه. بقالي هنا 3 سنين في تركيا في مدارس امام خطيب، صف تامن. صف تامن. انتوا مع بعض في نفس المدرسه؟ اه. نشوف بعض في البريك بقى. نشاطات المسجد بتروحوها وكلام؟ طبعا طبعا، هي الصحوبيه لازم تيجي كده. منورينا يا رزان، هتكلمينا عن مين النهارده؟ انا سيده عائشه. الله. طيب نبتدي بهدى نسمع منها، والنهارده هم اللي هيتكلموا. اولا يعني هي معاها ورق، بس عايزه اقول لكم كده، هاتي الورق كده طلعيه على الترابيزه، شوفوا الورق الجميل ده بتاع هدى عاملاه بقى وايه بقى. بص اتفضلوا اتفضلوا، بس انا مش عارفه الكاميرا جايباه ولا لا، هي اللي عامله الحاجات. ايوه بالظبط كده، حاجات جميله جدا جدا، وانا بحب جدا على فكره ان اللي البنات بيعملوه، فانا هسيبها هي تتكلم خالص خالص براحتها، وبعد كده اتفضلي خدي ورقك بقى وحاجتك وعيشي حياتك ونسمع من هدى، وهاتوا بناتكم يلا يسمعوا. تمام. لخبطنا الدنيا، شكلي لخبطت بقى وانا بقوم. يلا قول يا جميل. الله. السيدة خديجة من أرقى بيوت العرب وأكثرهم حسبا ونسبا، ولدت بمكة في قوم أشرف وأغنى قوما في قريش. عندما مات أبوها ورثت العمل في التجارة، وكانت من النساء القلائل التي عملن بالتجارة في وفاء واحترام. تزوجت مرتان قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، هند ابن نابش وعتبة ابن عابد. شديد الاعجاب شديده الاعجاب باخلاق سيدنا محمد. بتعملي كده الصوت يعمل. يلا يلا ايوه قولي لي، هو انت هتقراي لي لكل اللي في الورق ده؟ والله. طب احنا قاعدين. انا طولت البال جدا، ما عنديش مشاكل. يلا بينا. شديده الاعجاب باخلاق سيدنا محمد، وكانت تهتم ان تسمع اخبار وتصطن اخباره وتستند الى اوصافه. زوجها ابن عمها من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمرها 40، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 25 عاما، وتوفت وعمرها 65 عاما، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام عنده 50 عاما. يا هليل عليه الصلاة والسلام. حب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة يقول: إني قد رزقت حبها. تمر أخت السيدة خديجة لترى أولاد أختها، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتها الذي يشبه تماما صوت السيدة خديجة، ينتفض كيانه كله ويذكرها ويحن إليها. وتغار السيدة عائشة رضي الله عنها وتقول: ما هي إلا عجوز من عجائز قريش، أبدلك الله خيرا منها يا رسول الله. ويغضب سيدنا محمد أشد الغضب من كلام السيدة عائشة: والله ما أبدلني الله خيرا منها. آمنت بي حيث كفرني الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. كملي عادي قولي، هاتيها هنا اهو واقراي. ورزقني الله منها الولد. انا مبسوطه جدا باللي انت عاملاه وبالشغل، وحاطه لي ورا بقى السيده خديجه عشان الناس تشوف وكده. تمام كملي. جميل على فكره. كانت امرأة ذات عقل راجح ورؤية وتبصر بالأمور. لما النبي صلى الله عليه وسلم أتاها في حالة زعر، أحسنت استقباله ومحادثته واطمأنته. يحفظ الله، وأقسمت على ذلك: الله يرعانا يا أبا القاسم، يا ابن العم أثبت، والله لا يخزيك الله أبدا. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتقر الضيف وتعين على نوائب الطهر. أول من آمنت به وصدقته به وذهبت به إلى ابن عمه ورقة ابن نوف.
لو عايزه تلبسي النضاره هدى البسيه عادي جميل. ها هاتي فين هاتيه. ايوه البسيها يلا. ايوه كده شكرا. بقيت الدكتوره هدى بقى كده خلاص يلا. في مره مرض عليه عجوز فجلس معها النبي واخذ يسالها عن حالها وحال اولادها. فكانت تسال السيده خديجه لماذا تجلس معها كل هذا الوقت. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنها كانت تأتي في زمن خديجة. يا سبحان الله. خلاص لسه فيه. طيب يلا بينا أنا معاك يا ولي آخر الحلقة على فكرة. تحكي السيدة عائشة لما مش عارفة أقرأ الحتة دي. طيب عديه هاتي اللي بعديه. هاتي الورقة اللي بعديه. أنا أحترم جدا يا هدى إن أنت عملتي مجهود. يعني بصي كونك انك كتبتي ورا انا احنا المشاهدين شايفين اللي ورا ده سيده نساء اهل الجنه كل حاجه انت بتقوليها عليها حاجه من ورا وكاتبه يا جماعه بخط ايدها معلش عشان بس نشوف المجهود انا احب كده بصي كاتبه بخط ايدها اهي الحاجه اللي هي بتقراها وبصوا من ورا كاتبه ايه طبعا على كل حاجه لا طبعا يعني مجهود تشكري عليه فانا احييكي كملي بلاش النظارة. عائشة رضي الله عنها ما غارت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة وإنها لم إيه؟ تلبسي النظارة؟ تمام هي كانت بتغير فعلا من السيدة خديجة كان النبي إذا ذبح شاة يقول أرسلوه إلى أصدقاء خديجة فأغضبته يوما فقلت خديجة فقال إني قد رزقت حبها. أيوة نعم. كانت عائشة رضي الله عنها تقول كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. صحيح. فيقول لها كانت وكان لي منها الولد. خديجة ماتت ولكن لم تمت في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام. يذكرها كثير ويحرص على صلتها بعد موتها. نعم. ولم يكتفي بذلك يحكي أنس ابن مالك كان النبي إذا أتى بشيء يقول أمر طبيعي اللي هيكتب بخط إيده مش على المطبع بس مش مشكلة قل أرسلوه إلى فلانة وفلانة كان يجيله هدايا كان بيرسل لصاحبات خديجة لصديقة خديجة وأذهبوا بيت فلانة وفلانة عليه الصلاة والسلام إنها كانت تحب خديجة لا إيه بقى اللي أنت كتبها هنا كده والله ما أبدلني الله خيرا منك دي آخر حاجة هو في دي يلا فقالت السيدة خديجة فضل السيدة خديجة وعظمة قدرها من أهل الجنة ومن كمل النساء ومن أكمل النساء صحيح تصدق النبي في بداية وحيه صدقت النبي في بداية وحيه يدل على قوتها ويقينها ورجاحة عقلها وصحة عزمها أول من آمنت به لم يتزوج عليها في حياتها قد أحب أزواج النبي إليها إني قد رزقت حبها الله الله حلو الورق اللي كده أنا عايزة بقى أشوف الورق اللي ورا ده نوريه للسادة المشاهدين والله ما أبدلني الله خيرا منها سيدة نساء أهل الجنة صحيح من الأربعة أم المؤمنين صحيح رزقت حبها جميل جدا خديجة السيدة رضي الله عنها ماتت خديجة ولكن لم يمت الله لم تمت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وأنا لو شفت على الشاشة هجوبة وآخر حاجة قال سيدنا جبريل بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب ودي آخر حاجة عملتها هدى حلو جميل جدا جدا يا هدى شكرا ليكي وعلى مجهودك الجميل أنا سعيدة صراحة بالورق وبالحاجات طالما كتبتي واجتهدتي ده شيء طيب قولي لي بقى سألك بره الحلقه بقى قولي لي تازك كده رسائل نعمل كده قولي لي بقى ايه بتحبي ايه هوايتك ايه اللي بتحبيه هو انا هوايتي الرسم بس ما بعرفش ارسم بتحبي ترسمي بس مالكيش في فنيات الرسم طب ما تاخدي دروس كورسات ما انا خدت بقيت بعرف ارسم بالالوان المايه الله حافظه كام القران بقى يا مدام
وانا حافظه البقره. الله. وآل عمران. ما شاء الله. وفاضل لي ربعين واخلص النساء. اللهم بارك يا ربك. ومن ورا حافظه جزء عامه وتبارك وقد سمع. الله، اللهم احفظك وجعلك من اهل القران. اللهم امين. وتم عليك يا رب بقى كده جينا المره الجايه ما شاء الله كده جميله بالحجاب والحاجات العسوله دي. نعمل لك حفله بقى هدى، ايه رايك؟ نعمل لك حفله بقى. عايزين عايشين في الحفلات. سعدت بيكي وشكرا لمجهودك. نسمع بقى من بنتنا الجميله روزان. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم عامله مجهود جبار هي كمان بقى، وكاتبه حاجات تحفه جدا. يلا توكلي على الله. ام المؤمنين، حبيبه رسول الله، حبيبه المصطفى، حبيبه الحبيب. الله الله، انت داخله لنا كده داخله جامده جدا يا روزان. عليه الصلاه والسلام. المبرأة، الطيبه، الصديقه، موفقه، عائش، مع ام عبد الله، الحميراء، معنا الحميراء، بشرات البيضاء، خدودها حمراء. بيضاء بقى خدودها. عائشه بنت ابي بكر التيمويه القريشيه، ثالثه زوجات الرسول محمد، واحدى امهات المؤمنين. تمام. والتي لم يتزوج امراه بكر غيرها. صحيح. وهي بنت الخليفه الاول النبي محمد ابو بكر ابن ابي قحافه. وقد تزوجها النبي محمد بعد غزوه بدر في شوال سنه 2 هجريه. وكانت من بين النساء اللواتية اتهمت عائشة في حادثة الإفك. صح. إلا أن برأها الوحي بآيات قرآنية. عادي، خدي امسكيها كده اهو، فهمي كده عادي، اقرأي عادي، قربيها منك عادي. تمام. كان لملازمة عائشة للنبي محمد دورها في نقل الكثير من الأحكام الدينية الإسلامية والأحاديث النبوية، حتى قال الحاكم في المستدرك إن ربع الأحكام الشرعية نقلت عن السيدة عائشة. صحيح. وكان أكبر الصحابة يسألونها فيما استشكل عليهم. قد قال أبا موسى الأشعري: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث قطم، فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منها علم، وكانت من الفصاحة والبلاغة. صح. ما جعل الأحنف ابن قيس يقول: سمعت خطبة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم والخلفاء أهلم جرا إلى يوم هذا، فما سمعت الكلام من فم مخلق أفخم ولا أحسن منه في عائشة رضي الله عنها. ولدت سنة 19 قبل الهجرة، الوفاة ليلة الثلاثاء 17 رمضان 85 هجريا. الأحاديث التي روتها روت ما يربو عن 2210 حديث في صح حديث منها، وروت في الصحيح البخاري ومسلم 316. ما شاء الله. المقام الرئيسي البقيع، المدينة المنورة، السعودية. النسب: أبوها أبو بكر الصديق، أمها أم رومان بنت عامر، أخواتها وأخواتها عبد الرحمن، عبد الله، محمد، أسماء، أم كلثوم. زوجها الرسول محمد ابن عبد الله. تختلف نظرات أكبر طائفتين إسلامتين على عائشة اختلافا. ما شاء الله، اللهم بارك. وليك يا نسا روزانيا جميلة عسولة أنت. وليك لما أنت بتقرأي قصة السيدة عائشة كده، يعني إيه أكتر حاجة أثرت فيكي؟ هي أثرت فيها إنها يعني شخصية كويسة، سيدنا محمد كان بيحبها. صحيح. انها كانت شخصية كويسة وطيبة بقى، وكانت اي حد يسالها اي حديث عن سيدنا محمد فكانت عارفة كل الاجابات وكانت عارفة كل الاحاديث. تفتكري ليه كانت عارفة؟ ما جاتش بالي. عشان دخلت صغيرة جدا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيتها محط الوحي، كان ينزل الوحي، فكانت كل حاجة بتحصل هي بتسمعها، فامر طبيعي. عارفه انت كده بقول لك ايه، ده داخل تركي من سنه رابعه وسنه ثالثه، فخلاص هو برضو كان الوحي في بيتها من وهي صغيره، علشان كده كانت حافظه معظم الاحاديث، وكان فعلا لما يستشكل عليهم شيء كانوا بيروحوا للسيده عائشه. طيب قولوا لي بقى، قولوا لي هواياتك ايه؟ السباحه وركوب العجل والرسم، بس مش عجل. شاطره فيه. عجل فين بقى؟ في سوسيال على البحر ولا فين؟ سوسيال على البحر. هو احنا عندنا عجل في المدرسه. يعني انا ما بعرفش اركب عجل، بس يعني اتعلمت في المدرسه. اتعلمتي في المدرسه؟ والسباحه وايه؟ السباحه والرسم. السباحه يعني بتدرب، والرسم بحب الرسم، انا بلون يعني تلويني احسن في الرسم، بس الرسم لسه بتدرب. يعني